جزاكم الله خيرا. تقول: هل إذا نذرت امرأة وقالت إذا طلقت امرأة فلان من زوجها عليها ذبيحة، هل يعتبر هذا النذر لله؟ إذا كان هذا الطلاق فيه مصلحة، يعني كان هذا الزوج مسيئا إلى هذه المرأة وفي بقائها معه حرج ومفسدة عليها، فنذرت أختها أو قريبتها إن طلقها واستراحت منه أن عليها كذا وكذا، فهذا يعتبر نذرا، يعتبر نذرا يجب الوفاء، يجب الوفاء به، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم.